ويا مساء الخير لكم يتابعونا في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي ساعة شباب، واللي أكيد بيكون معاكم من الأحد للخميس بكل فقراتنا المتميزة والمتنوعة، وأيضا استضافاتنا وضيوفنا الشباب اللي بيشرفونا بنتعرف عليهم أكثر، بنعرف آخر إنجازاتهم وأيضا أكثر المواهب المبدعين فيها. قبل لا أقول لكم ونمسي أكيد على طراد، خلونا نروح نشوف تقرير العناوين ونرجع لكم. اليوم في ساعة شباب، لماذا نضيع أوقاتنا في التفاعل مع هاشتاجات تافهة؟ خسارة الوظيفة ليست النهاية، والحل في الشغف مع المهتمة بتصميم الديكور روزان الشامي. وفي الأخبار، منطاد يحمل اسم خادم الحرمين الشريفين، واكتشاف جلد إلكتروني يتجدد تلقائيا. كل هذا وأكثر في ساعة شباب. أنا والله حتى أنا ما أسمعه. يا والله. عموما هذه كانت عناوين، حياكم مساءلكم بالخير. مساء الخير لميا، والف سلام عليك. كيفك اليوم؟ الله يسلمك. الحمد لله، بس سامحوني حقيقه على رداءة الصوت. لا عموما ان شاء الله دائما يقبلوك المشاهدين بكل يعني اي حاجه تجيبيها جديده ايش ما كانت يقبلوها ما شاء الله، وهذه رضا الوالدين وقبول من رب العالمين. الحمد لله. طيب عندنا اليوم كثير ما احكي اليوم، يعني اسمحوا لي صراحه، يعني اللي حاصل معايا انه الهوى والعارف انا yes. عموما ما عندنا مشكله، خلينا نبدا معكم مع يعني بعد ما شفنا العناوين خلينا نبدا في فكره اليوم وموضه اليوم اللي حنتكلم عنها. ايش هي لميا؟ اكيد راح عندنا تقرير عن شنط الخصر الدارجه تحديدا للشباب والبنات. خلونا نروح نشوف تقرير العنود الطعامي ونرجع لكم. حقيبة الخصر من أكثر الموضات اللي كانت منتشرة ورائجة في فترة التسعينيات، رجعت الآن من جديد وبقوة، وصار الكثير من المشاهير يستخدموها، وأغلب المتخصصين في الأزياء قالوا أنها راح تكون من أشهر اكسسوارات عام 2018. الشنطة المعروفة باسم بيلت باج أو ويست باج رجعت بأكثر من تصميم وبألوان مختلفة، وتتميز بطابعها العملي وجمعها بين نوعين من اكسسوارات الملابس هما الحزام والشنطة، ولها عدة طرق في الاستخدام مثل وضعها على الخصر أو حتى حملها على الكتف كنوع من التغيير. وتنسيقها ممكن يكون لإطلالات مختلفة سواء للمظهر الكاجوال أو حتى الطابع الراقي في الملابس، وتعتبر مناسبة لأذواق الكثير من البنات والشباب، خاصة أن الشباب صاروا يستخدموا الشنط في الفترة الأخيرة كجزء من إطلالتهم. مؤخرا تم تسجيل مبيعات كبيرة لهذا النوع من الشنط على مواقع الإنترنت، خاصة موقع إي باي اللي سجل لحاله مبيعات لأكثر من 57 ألف قطعة من هذا التصميم، وعلى الإنستغرام هاشتاغ فاني باك يضم أكثر من 226 ألف منشور عن هذه الحقائب. خليك على الموضة مع أحد الصيحات 2018، ويلا سلام. العنود الطعيمي لبرنامج ساعة شباب. ايش رايك ترى في هذه الموضة؟ انا ما يعجبني الا السيجنتشر. ايه يلا سلام. يلا سلام. يعني العنود الطعيمي اعطتنا حاجة كذا تشوقينا لدائما تقاريرك استاذ العنود صراحة. و الشنطة الخصر عفوا اللي هي الفاني باك، انا من الناس اللي استخدمها شخصيا بس مو هنا، انا اخذها هنا اشيلها يعني على كتفي. لكن خليني اوريكم واحده من الاشياء اللي انا عندي. هذه شنطتي الخاصه صراحه، ودائما اشيلها بهذه الطريقه. ما احكي لك قد ايش عمليه، كل حاجه ابغاها في الشنطه، كل شيء احتاجه طول اليوم، لان انا ما ارجع البيت بدري، يعني ارجع متاخر، خلاص اخذ كل اشيائي واحطها كلها في الشنطه وتكون اموري كلها تمام. شوفي في بالنسبه لكم تراد، يعني اتوقع هذه الشنطه جدا يعني ممكن تكفي كل اغراضكم اللي ممكن تاخذوها معاكم كل اليوم. تكفي اغراضكم والله تكفي. لا نحن بالنسبه لنا تحديدا شنط الخصر هي جدا مفيده وجدا مريحه، ولكن في السفر مو هنا ابدا، ما نحب انه نحن نستخدم والله هنا مريحة. شوفي غير الشنط اليد شكلها انت كبير شكلها ايش شكلها؟ يعني مفيده ما هي حلوه؟ لا جدا مفيدة ومريحة. لا عارفة ليش؟ لأنه دائما ألاقي تعليقات من الناس إنه إيش هذا؟ في أحد يحط شنطة على الخصر ذي اليومين؟ هي موضة. الآن أصبحت موضة. أنا جدا في عام استخدمتها من سنتين
والان صارت موضه. الان ابغى اللي كان كل اللي كان يقول لي هذا ابغى اشوف ايش بده يسوي الان. لا حقيقي يعني من جد للشباب ممكن تكون جدا مفيده ومريحه هذا الشنط، ولكن البنات طلعت عندهم هذه الصيحه مؤخرا تحديدا في عام 2018. الشباب كانوا يستخدموها من زمان على ما اتوقع، ولكن نحن البنات تحديدا هذا الشنط جدا مفيده ومريحه لنا، ولكن مو بالعبايه، ما نقدر ان احنا نلبسها مع العبايه، ولكن في السفر بدون عبايه ممكن انه نحن نلبسها وبتكون جدا مفيده ومريحه، بتتنقل بكيفك، بتمشي بتجري، بتكون هذه الشنط ثابته وايضا باحجام صغيره وممكن تفي بالغرض، وايضا تعطي شكل جدا جميل للملابس. هي عموما موجوده في من ايام اعتقد الثمانينات او التسعينات. يس انا اتذكر هذه الموضه كانت زمان ايامها، كنا حتى واحنا صغار كنا نروح بالشنط نحط فيها الحلويات طبعا، كنا والاشياء والالعاب. كان معنا زمزميات نحطها هنا. ايوه زمزميات لو تفتكر. عموما الذكريات دائما تظل، والموضه اللي تختفي ترجع مره ثانيه تطلع بطريقه مختلفه تماما، فلا نقعد نعيب في اي موضه لانه ما نعرف في يوم من الايام ممكن نمشي مع هذه الموضه. اكيد. راح ننتقل الان لموضوع جدا مهم، واللوحه الفنيه اللي مشرفتنا اليوم في الاستوديو ومبادره ساعه شباب لدعم الفنون. اليوم اللوحه للفنانه التشكيليه نجلاء محمد اللي شايفينها هنا، خلونا نشوف اللوحه مع بعض. صراحه يعني جدا جدا عجبتني اللوحه. ليش؟ لانها استخدمت طراد الساعات في أغصان الشجر، وحطت ساعة صغيرة عند اليد أنه مقيدة بغصن شجر، فتعني لي يعني حسيت أنه المعنى واضح. مقيدة بالوقت قصدك؟ أيوة. إيش رأيك؟ جميلة، بس not my favorite color الصراحة يعني. لا بالعكس، باردة ألوانها جدا جميلة. أنا بقول لك يعني هي creepy actually، ما هي بالنسبة لي شوية تجزع، لأنه لون الخلفيه بلون جلد البنت، فانا احس انه جلد انسان مفروض وحاطين الشجر عليه، فانا بالنسبه لي شويه مزعج الموضوع. ممكن عارف لو كانت خلت حقيقي لون الخلفيه على زرق كانه سكاي حيكون احلى عشان يبان لون الجلد. بلاش ازرق، خليها مثلا تيفاني او حتى لون الموف السوفت موف السوفت موف السوفت بيربل. يعني عموما هي في الاخير يعني اللوحه بتقدم رساله، والرساله هذه ظاهره من فنانه ورسامه، هي معنا على الهاتف عشان نعرف اكثر ايش سبب وضع هذه الالوان. نجلاء محمد الفنانه التشكيليه معنا على الهاتف، حياكي معنا في ساعه شباب. اهلا. منوره ومشرفه. اهلا. يا هلا فيك. اهلا لمياء، حياك الله، سعيده بالمشاركه. احنا سعيدين بوجودك. بتلاقي هذه التناقضات في الافكار لما احد بيشوف لوحك؟ يعني الإنسان أساسا متناقض، فكره أساسا متناقض، ومشاعره دائما فيها تناقض عادي يعني. طيب نجلة بسألك، هل صحيح تحليلي لهذه اللوحة ولا في تحليل آخر للوحة اللي معانا اليوم؟ يعني يوم أجي أتكلم عن اللوحة أقول لك هي نتاج حديث داخلي لأفكار ومشاعر متشعبة. غالبا ما ينتظر الإنسان من هذه الأفكار إنها تنتهي، واكتشف انه كل فكره لها جذور تتفرع. أيوة. وكل فكره تحمل شعور يحيط بالانسان ويطوق لحظاته. هو الساعات ممكن انتظار لهذا الافكار انها ممكن تروح. صدقي نجلاء، انا في عندي تعليق، برغم انه بالنسبه لي الالوان الخلفيه كانت شويه غير مريحه شخصيا، ولكن استخدمتي استخدام جدا ذكي في دمجها، في انك انت كيف تحطي نفس الالوان بالتدريج، الالوان او حتى الظلال مع نفس لون جلد الـ 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 الشخص الموجود في الصوره، وهذا ابدا ما هو امر بسيط. يعني لو استخدمناه حتى على الوان ثانيه اعتقد الناس حيقول لك والله انا بس يعني عشان تسهل عليه المهمه يقول لك اخلي خلفيه بلون مختلف تماما، ولكن انت اخذت الريسك وعملتيها بطريقه متقنه، فهنيك على هذه اللمسه الجيده. هي اصلا تعبير عن شعور جوات الانسان، فالخلفيه اكيد حتكون نفس الوان جلد الانسان. جميل جدا. طب ليش نجلة اخترتي تحديدا هذه اللوحه عشان تشاركينا في هاشتاج مبادره ساعه شباب لدعم الفنون؟ انا اخترت هذه اللوحه تحديدا لانها من اكثر اللوحات اللي وانا ارسمها كانت تعبر في لحظتها عن حالتي الشعوريه. حلو. ممتاز. دائما لوحك نجلاء بتلاقي يعني بتكون شاعريه كذا، فيها عاطفه عاليه، ولا اوقات بتاخذي الخيال اللي هو تعرف الفن اللي هو يجي من خيالك وتبدا تستحضري حاجات غير واقعيه اوقات، هل تستخدم هذا الفن ايضا ولا لا؟
هي الفكرة انه يجيك مشاعر وافكار فانت تترجمها بلوحة. يعني على حسب ما مرت في حياتك من مواقف وتجارب بتجسديها؟ طبعا. اوكي حلو. طب هل يعني تشعري بالراحة كفاية نجلة بعد ما تنتهي من كل لوحة؟ ممكن تكون كحالة تفريغ للحالة العاطفية أو المشاعر اللي حاسة فيها كفنانة وفرغتي هذه المشاعر في هذه اللوحة؟ كفنانة طبعا أكيد وأقدر أشبه حالتي الشعورية وقتها زي الإنسان اللي يكون عنده حزن أو طبعًا. هم وينتهي لما يتكلم ويعبر عن دواخله شخص قريب أو عزيز. نجلاء محمد، الفنانة التشكيلية، شرفت اليوم ولوحتك نورت الاستوديو، وان شاء الله نشوف كل جديد وكل غريب. وهكذا اراء البشر تختلف عن بعضهم البعض، وكل واحد يرى في اي عمل او في اي امر في هذه الحياة بصورته الخاصة، ويظل في الاخير في تفسيرات وكل مبررات منطقية لكل امر موجود امامنا. ودائما احنا بنسمع اكيد انه الفن رسالة، فلا تنسوا مشاهدينا بمبادرة ساعة شباب لدعم الفنون، كل يوم بتكون معانا لوحة بنتكلم عنها واهم الانجازات في هذه اللوحة، وايضا ممكن نستضيف او تكون معانا عبر مداخلة هاتفية صاحبة هذه اللوحة. جاهزة اللي جاي؟ اكيد طبعا. يلا اجهز انتوا كمان، راجعين بعد شوية. دائما اوضاع تويتر في يعني ابس اند داونز طول الوقت، وفي هاشتاجات عليها قيمه والناس تتفاعل معها بشكل جدا كبير وبيلاقوا حلول، وفي هاشتاجات مضيعه للوقت، ليترلي مضيعه للوقت. اكيد طبعا طراد، خصوصا اليوم راح نحاول نفهم بعض دوافع هذول الاشخاص اللي ممكن اطلق عليهم بيطلقوا البعض من الهاشتاجات بما يسمى بالفراغ الالكتروني، اللي ممكن بعض الاحيان ايضا يفرغوا طاقاتهم. والمصيبه والادهى انه بيكون بعض الاوقات بتكون هذه الهاشتاجات ترند في تويتر وبيتفاعلوا كثير من رواد مواقع تويتر، لذلك مشرفنا الاخصائي النفسي محمد عازب. يا هلا فيك استاذ محمد. اهلا وسهلا وسلام، يا مسي عليك وعلى اخوه المشاهدين والمشاهدات، وشكرا لاختيار الموضوع هذا اللي من صميم الحياه الاجتماعيه والمجتمعيه واللي رافقنا في كل حياتنا، سواء كان على الموبايل او في اجهزه الكمبيوتر او في اي مكان او حتى في مجالسنا، اللي هو مساله الترند والمواضيع اللي بتعلى بلا قيمه. محمد، كيف تفسر هوس الناس اليوم بالهاشتاجات؟ الان صار تعلق الناس سريع في كل شيء بيتعلقوا فيه، ويعني وبينسوه وبيرجعوا يتعلقوا في غيره، لكن احنا لما نركز نقطه الاهتمام حول موضوع الترند نلاحظ المواضيع اللي بتعلى كلها مواضيع ما بتخدم المجتمع، اما كانت في مواضيع سلبيه كانت اجتماعيا او كانت فضائحيه زي ما نقول بكل اريحيه، او كانت كذلك انتقاديه. الترند الايجابي ما بيعلى، بالتالي هنا نعود الامر للتفسير النفسي في هذا الموضوع، انه في انفعالات مكبوته احيانا يعجز الانسان في ايصالها، اما بسبب يعني او باسباب قانونيه او باسباب خجليه، فبالتالي بتلاقيه انه بيظهر باسماء مستعاره ووهميه، فبالتالي بيطيح في الناس جلد وشتم، وكمان بيعلى الترند. الترند موضوع الترند يعني بس بتقول انه الهوس قائم على تفريغ الطاقه الايجابيه من خلال تويتر، وكذلك السلبيه. كذلك السلبيه احيانا الانسان يحمل موروث احيانا سلبي او مكتسب عدواني او كذلك، فانا فرغها من خلال، فبالتالي فرغها بتنفيس انفعالات سيئه جدا. كان يقدر انه يمارس الاشياء هذه بطريقه ايجابيه، ولكن في خلل وظيفي لدى هذا الشخص، فبالتالي يتجه الى تويتر الى الترند، فاحيانا بيعلى ترند حتى على النقيض. لا نهضم الشخص الطرف الاخر اللي هو المضاد لهذا، اللي بيحاول يصلح فبالتالي الترند هو طالع سواء كان سلبي او ايجابي. يعني اقدر استشف من كلامك استاذ محمد انه نقدر نقول انه اي صاحب هاشتاج تافه او هاشتاج ما له اي معنى ممكن نلاقيه في تويتر، فنقدر نقول انه اللي اطلق هذا الهاشتاج هو مضطرب نفسيا. الان احنا تقييماتنا النفسيه والمجتمعيه تطورت نوعا ما اللي هو في المجال الالكتروني، فبالتالي احنا بنقيم الناس احيانا بتنفيس انفعالاتها، سلوكياتها الاجتماعيه، من مجرد الكلام او الكلمات اللي بتكتبها. يعني سقراط يقول تحدث حتى اراك، الان اكتب حتى اراك، فبالتالي انت لما بتشوف شخص بيكتب كلام جميل بتلاقي شخص اخر، انت من فين جبت الكلام هذا، انت فيك وانت وانت. السلوك العدواني هذا ينم، مستحيل انه ينم عن شخصيه حليمه متسامحه اجتماعيه، بالتالي هذه لغه التعبير او الكلمات او الحروف اللي بتطلق تعبر عن نمط من انماط الشخصيه العدوانيه، واحيانا تصل الى مرحله متقدمه ما يسمى السيكوبات، وهي الشخصيه المضاده للمجتمع. كثير من المواقف اللي شفناها وكثير من الشكاوى التي رفعت، كثير من القضايا التي رفعت بسبب حروف الكترونيه يستسهلها الامر
ولكن يستسهلها الشخص احيانا، ولكن تصل الى مراحل قانونيه متقدمه تضر صاحبه وتضر كذلك ذويه في المجتمع، سواء كانت اسره سواء كانت اصدقاء، بسبب ما يلفظه من الفاظ نابيه وخارجه عن النص. صحيح، اتفق. في شيء ما تتفقي معه في هذا الموضوع؟ ممكن، يعني ممكن انا اسميه بعض الاحيان ممكن يكون فراغ الكتروني بسبب عدم مسؤوليه. هو ممكن بعض الاشخاص من الفضاوه يطلقوا بعض الهاشتاجات بكل بساطه ويقولوا هو الان حتى يعني لما نكون احنا مهره وفاهمين مستوى الادراك لدينا عالي، اللي نعرف انه بعض الترندات ترفع مدفوعه ماديا، فبالتالي نحاول انه ما ننجر خلف كل الترندات اللي بتطلع، خصوصا اللي فيها اسقاطات على اشخاص، اسقاطات على الوطن، اسقاطات على شخصيات مهمه، نحاول انه نترفع عن الانزلاق خلف هذه الاسماء المستعار. احنا دوله مستهدفه، مجتمعنا مستهدف، يعني نعيش في قوام سليم جدا يا رب لك الحمد ومترابط. التويتر هذا اصبح مجتمع، فبالتالي الناس المعادية أو الناس الأعداء صارت تصطاد في الماء العكر. الماء العكر وتتصيد في هذا. تصيد. إحنا لدينا كثير من. بس أنا أقول لك حاجة كمان محمد، في شيء كمان، إحنا كمان تويتر ممكن يكون بيئة خصبة إن إحنا نتعرف على أنماط الناس الموجودة ولو على صعيد وهمي، ما عندنا مشكلة، بس أهم شيء إن إحنا نعرف كيف ممكن السايكو يفكر أو هو يعاديك أو هو يتواصل معك، فهذه ساحة خصبة إنه إحنا ندرس هذه الفئات. ولو أنا أشوف السيئين قلة من يعني قليل جدا، وهو مجتمع مصغر على المجتمع الواقع وغير حقيقي. يا عزيزي الان تويتر اصبح مرتع، يعني اصبح مجتمع من لا مجتمع له، منبر من لا منبر له، فبالتالي لابد من رفع مستوى الادراك لدى الفرد، يعرف هو مين حتى لا ينقاد خلف. الان بنشوف احد المشاهير بيكتب كلام لطيف، انت لاحظ التعليقات اللي بتلاقيه شخص يعني يستهدف الشخص وليس يستهدف الكلمات، باسماء مستعاره، باسماء كثير من الحالات اللي بتجينا احيانا في شخصيات تتاثر، شخصيات كانت شهيره او غير شهيره بتتاثر. خلينا نمسك في الجانب المشاهير. كان احد الاخوان بيقول انا اكتب كلام ودائما ايجابي وباصلح للناس وبكتب كلام ايجابي، بيواجهني شخص احيانا في كل حساباتي بينتقد، انا اتعب. التفسير النفسي لهذا الشخص المتلقي للكلمات، قد لا يكون لدي استعداد مجتمعي لتقبل مثل هذه الانتقادات، لدي حساسية عالية، لدي مستوى القلق عالي جدا، لدي نوعا من أنواع الرهاب الاجتماعي، فبالتالي أنت لابد حتى تصل إلى هذا المستوى من الشهرة أو تنصهر في هذا المجتمع الذي أصبح ذكي جدا ومتمكن، لابد أن تكون مهيأ وجاهز وعلى قدر عالي جدا من الوعي، وتكون قد ما تقدر يعني قد ما تقدر تكون متسامح. جميل، أكيد مكملين معك أستاذ محمد، ولكن رأي المتعاملين في تويتر قد يكون مختلف لأنهم بيعيشوا بتفاصيل يومية، خصوصا إذا كانوا ناشطين على مواقع تويتر. معنا عبر الهاتف الإعلامي والناشط في مواقع التواصل الاجتماعي ياسر السقاف، يا هلا فيك يا ياسر. أهلا يا وسلام للإبراج وشكرا لاستضافتكم، يعطيكم العافيه. حياك الله ياسر. ياسر دائما بنخوض في تجارب في تويتر مع الناس اللي نعرفها واللي ما نعرفها، اعطيني باختصار تجربتك في يعني تعاملك خلال تويتر. يمكن تويتر بالنسبه لي منصه رسميه إبراج، يعني وانت في المجال فانت بتسال السؤال اللي انت ممكن تجاوبه، ولكن عشانك مقدم البرنامج اليوم جبتني انا، صح؟ ابغى اعرف وجهه نظرك، لانه كنا عارفين تويتر دائما صح كلامك بيكون شويه رسمي، حتى الصور اللي تنحط غير صور انستغرام وغيرها من هذه الاشياء، رسمك دائما وابدا ما في اي تداخلات ثانيه مثلا؟ لا طبعا طابع الرسمي في تويتر، واحيانا طابع الرسمي في تويتر يجعل منك انت يعني كناشط في مواقع التواصل الاجتماعي، كمستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي، انك انت رسمي بزياده لدرجه احيانا انك يحسبوك انك انت تجامل بعض الجهات او تكون حيادي في بعض في بعض الامور اللي انت ما تحتاج تكون فيها حيادي، ولكن انت دائما تاخذ المنطق الرسمي دائما في تعاملك في تويتر. الناس بالعكس ممكن تزيد غضب عليك، يقول لك انت ما بتتكلم بحريه شخصيه، ولكن في النهايه انت لما تجي تنتقد لمواقع التواصل الاجتماعي، خلينا نتكلم عامه يعني تحديدا مو تويتر، مواقع التواصل الاجتماعي فيها رهاب كبير جدا، اذا انت ما انت متعود على انك انت تواجه جمهور
فيكون من الصعب عليك انك انت تتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي. يعني اليوم في حسابات خفيه كثيره جدا ممكن يعني تسلط الضوء عليك باختصار تنتقدك شخصيا في شكلك. مو شرط انه احنا نتعاطى مع هذه الحسابات الوهميه او الاسماء المستعاره بشكل صحيح. عام. طب ياسر نحتاج تفسيرك لكميه الهاشتاجات الفارغه اللي بتطلع يوميا صباح وليل، والادهى ايضا انها بتوصل لترند. هل تستفز بعض الاحيان من هذه الهاشتاجات وتتمنى انه في هاشتاجات ممكن تكون اولى انها توصل لترند؟ طبعا اكيد ما فيها كلام. انا كمذيع راديو اصلا في الصباح برنامج صباحي، فانا علي اني انا اعطي المستمع كل الاشياء الجديده اللي حاصله في بدايه يومه. هذا هو اساس البرنامج الصباحي دائما. فدائما انا اتعب اني انا لما اجي ادخل مثلا على تويتر بعطيهم الترندز اللي موجوده. كل اللي علي اسويه اني انا اروح على الترند على السيرش بوكس واشوف الترند اللي موجوده، كلها اغلبها يعني تفتعل من ناس يعني ربما يكون في عطاله او في مثلا بعض الصباوه يمكن في ما اعرف. انا في هاشتاجات احيانا الواحد لو مشغول مستحيل يتواصل فيها او يحاول انه هو يتعامل معاها. صحيح. لانه لو توصل ترند. ايوه توصل ترند طبعا. يس. لانه في ناس بتفتعل هذا الشيء، بتتفاعل مع الهاشتاجات هذه، واتوقع انه في نسبه كبيره من الناس اللي بتتفاعل مع الهاشتاجات هذه تكون بين قوسين يمكن ما يمكن اللفظ ما هو ظريف على الهواء ولكن فاضيه. فاكر اغرب هاشتاج مر عليك؟ اوه كل يوم يمر علي هاشتاج غريب. اليوم كان في هاشتاج غريب. اوقات مو بس غريبه، اوقات غير مفهومه اصلا ولا حتى ما هي مكتوبه بلغه عربيه صحيحه، يعني بتلاقيها كانها كلجات. عموما احنا نشوف ياسر طول ما احنا على مواقع التواصل الاجتماعي وفي مختلف الفئات. شكرا لوجودك اليوم على الهاتف معنا، شرفتنا. يعني في الاخير الاراء تقريبا متقاربه وفيها يعني شيء من يعني ما هو نحيب اكثر مما انه الواحد زعلان على اللي بيحصل، لانه حرم في عقول نظيفه بتضيع وسط الجهلاء اللي اوقات بيكونوا قائدين لهذه الهاشتاجات. بالضبط. إيه؟ وراح انطلق من حيث ذكر الاستاذ ياسر البديع ياسر في جمله انه المشهور لابد ان يكون مهيئ لمواجهه الجمهور، مواجهه مختلف انماط الشخصيات. احنا بنشوف الشخص العدواني، بنلاقي الشخص الحبيب، بنلاقي الشخص الودود، بنلاقي كل انماط الشخصيات كتحليل نفسي بنشوفها في الهاشتاجات اللي بتنتشر. الان انت ما انت مسؤول عن 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 ما يكتب الناس او عن ما يذكر الناس، مسؤول طبعاً. عن عن تلقي هذه الامور، كيف تتلقاها او كيف تستقبلها او كيف تؤثر فيك حتى مجتمعيا. كثير احنا من الكلام بنسمعه في المجالس وفي كثير من المواقع بنسمع انه اللي صاير في الهاشتاج، اللي صاير في الهاشتاج كمان ذكر الجمله لابد ان نوقف عندها كثير، هو كلامه صحيح اللي هو ناس فاضيه. صحيح. ناس فاضيه، ايش معنى ناس فاضيه؟ الناس الفاضيه على نمطين، نمط اللي هو التحليل النفسي اللي بنقول عليه سلوك عدواني، وكذلك ناس فارغه يعني ما في ما في ما في شيء بيشغلها، فبالتالي تنشغل بالاشياء اللي لا تقدم ولا تؤخر، ضررها اكبر من نفعها. احنا لابد ان نكون على مستوى عالي من الادراك. طب احنا خلينا نقدم رساله الان مهمه جدا للناس اللي تابعوا في تويتر. بالنسبه للاسماء المستعاره او الحسابات الوهميه، خلينا نكون واقعيين اكثر في موجودين، هم موجودين وما نقدر نقول يعني ليش انتم موجودين، ولكن كيف ممكن نفسر حالتهم وكيف ايش ممكن نعطيهم كانطباع اولي عشان يعني انا اعتقد كتفسير نفسي او تحليل نفسي لمثل هذه الشخصيات ولو كان متابعينا بمئات الالاف، لدي خلل وظيفي في مساله السوشيال فوبيا اللي هو الرهاب الاجتماعي. عنده حساسيه شديده من النقد، خليه يقول لما بيترمي الحجر ما بيجي فيا، يجي في الجدار. تمام. انا كشخص يعني يحاول انه يتجنب مواجهه الناس بسبب هذا الشيء اللي هو تشخيص الامر. هذا السبب الاول اللي هو الرهاب، نوع من انواع الرهاب الاجتماعي وليس رهاب اجتماعي كامل. ما يعتبر جبن في الشخصيه، هو احنا ولا جزء من الجزء احنا نفسره كتفسير علمي. الجبن احيانا يمر على كثير من الانماط. يعني في مواطن محدده مستحيل انه بتلاقي رجل انه يملك كامل الشجاعه في كل الامور. طبعاً. احيانا تكون مهاره عند شخص اخر يسميها جبن، عند شخص طرف ثاني يسميها مهاره حياتيه
او مهاره اجتماعيه تجنب المواجهه. اختلفت المسميات بس الحاله واحده. صحيح، بس عارفين ايش السؤال المهم جدا بالنهايه؟ نحن ك يعني متابعين ومستخدمين وايضا مشاهير في نفس الوقت على تويتر او منصات مواقع التواصل الاجتماعي، نحط الغلط على مين؟ الذنب بالنهايه يكون على مين؟ على مطلق هذا الهاشتاج ولا على الناس اللي وصلت الهاشتاج لترند بالنهايه؟ كل اناء بما فيه ينضح. احنا 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 اناءنا اناء سليم وقوي، ولكن لما نشوف الترند لما بيطلع بسبب ناس احنا بندعمها بطريقه غير مباشره. نقدر نقول كل هذول الناس فاضيين وفارغين؟ لا، كل انسان محاسب على عمله فقط. انا مسؤول عما اكتب، لست مسؤولا عما يكتب، انا مسؤول عما اكتب فقط. لما نلقي المسؤوليه، هي مسؤوليه مجتمعيه متكامله، سواء كان الاسره، سواء كان المجتمع، سواء كان المدرسه، سواء كان وسائل الاعلام كذلك، هي مسؤوليه مجتمعيه ومشتركه. بالتالي تلقى المسؤوليه على الجميع في مساله الوعي، مثل ما ذكر السطر انه كيف نوجه رساله. الرساله تبدا بذواتنا احنا، انه احنا مسؤولين عما نتحدث وعما نكتب وعما نتابع وعما نستقبله من انا عندي حاجه الترابات. صراحه انا ابدا ماني ضد الهاشتاجات الفاضيه والهاشتاجات اللي ما لها معنى بصراحه، لانه ما فيها ضرر فعلي ولا فيها اذى. انا اللي ضده هو المصطلحات النابية اللي ممكن تستخدم، العنصرية، الشتم، القذف، هذه اللي تؤذي الشخص اللي بتكون داخل بعض الهاشتاجات. الهاشتاجات الفاضية خلينا نقول زي اللي جالسين في جلسة، واحد فتح سالفة قال يلا خلينا نفتح موضوع، ما يعني ما فيها ضرر أكثر مما أنه كل واحد بيقول رأيه في حاجة ممكن ما تكون مهمة، ولكن تضيع وقت. لكن المشكلة في المصطلحات وكيف الناس بتدخل على بعض بشكل غلط، مجرد اختلاف وجهات النظر. هذا الشيء اللي تكلمنا عن تصنيف الهاشتاجات، فتصنف لكثير من الاقسام في كثير من الهاشتاجات اللي بالنهايه ممكن يا انها تكون في وقت فراغ او ممكن انها تؤذي الاشخاص الموجودين. هي سلاح ذو حدين، واحنا مسؤولين عما تكون لدينا من ردات افعال. فبالتالي هذه رساله للجميع انه يتوخوا الحذر ويتوخوا كذلك الحيطه من الانزلاق خلف الهاشتاجات. اسكاليد يقول انه الجديه هي الملاذ الوحيد للسطحيين، احنا ما نكون سطحيين انه جادين في كل شيء، في بعض الهاشتاجات مرنه ومطاطيه نقدر نمرح فيها، نقدر نذكر مواقف جميله جدا، ولكن احنا ضد الهاشتاجات اللي ما تودي الى او زي ما يقولوا بتدخل في جدار. صحيح. فبالتالي هذه رساله للمجتمع جميعا. شكرا لك استاذ محمد عازب الاخصائي النفسي على هذا الكلام الجميل، واتمنى كثير من الاشخاص انهم يتفهموا الموضوع وياخذوه بكل جديه ولا تجروا وراء الطوفان، فممكن من جد يغرقكم بالنهايه. ناخذ الاخبار ونجهزها ونرجع لكم بكذا سالفه حتستمتعوا فيها. والله صراحة الفقرة هذه يعني أنا ما أنبسط فيها، يعني ما أنبسط في أخبارها أكثر من جلستها. لازم ترتب جلستك قبل ما طبعا يعني ايش بك ايش تقولي؟ يلا جميل، راح نبدأها بأول الأخبار الجميلة. ومنطاد يحمل اسم خادم الحرمين الشريفين، طبعا أطلق فريق منطاد الإمارات يوم السبت الماضي منطاد يحمل اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود تقديرا من قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها لجهوده الكبيرة في المحافظة على المكاسب الخليجية والعربية. ممتاز. هذا كان من طاد اللي يحمل اسم خادم الحرمين الشريفين، شكرا لهذا الفريق. الإمارات. إلى خبرنا التالي وهو قطع أسطوانة بلاستيك بالورق المقوم. معقول كل شيء معقول إذا كانت بالسرعة المناسبة. هنشوف هذا الفيديو فيه اللي قد يستغرب منه البعض من قطعة الورق المقوى اللي راح نشوفه في الفيديو، اللي قادرة على قطع أسطوانة من البلاستيك. ركزي لما في هذا الفيديو تخيلي أنه يعني بلاستيك جدا متين ومتانة الورق أيضا كانت معقولة. هذا ما كشفه هالمقطع من استخدام قطعة دائرية من الورق ووضعها في جهاز كهربائي عشان تدور بشكل سريع، وأعطاها القدرة في بعد هذا الدوران السريع على قطع أسطوانة من البلاستيك. والقزاز كمان. يس. هذا قزاز ولا بلاستيك؟ تصدق قزاز. قزاز أو بلاستيك؟ لا قزاز أعتقد ثقيل عليه، بس إيش ما يكون، لكن بقول يعني ممكن إحنا نستفيد حاجة إنه ترى إذا كنت مهما كان تكون ضعيف، إذا استمريت وكنت متقن في عملك راح
راح تقدر انك انت تنجز حاجه او انك تحقق هدفك، لانه الضعف الداخلي او ضعف او قصر القامه او حتى انك انت نحب زياده، ترى هذا ما يمثل شيء، عقلك هو اللي يمثل الشيء الكثير. فنتمنى حكيم والله، والله لانه في ناس تستهون احيانا تفسر الامور بمنظور ورؤيه جدا جميله وحقيقه تعجبني واهنيك الله يسعدك. بس عارفه ليش؟ احبك لما تكون ايجابي، لان انا دائما ايجابي والله، بوجودك دائما ايجابي. بس انا اقول لك حد، لانه اعرف ناس يعني يزعلوني يعني يقللوا من شانهم، فهذا الشيء اللي ما احبه يعني. اكيد الى اخبار ايضا جميله واكتشاف جلد الكتروني يتجدد تلقائيا، يعني تخيل كل ما تنجرحه ممكن هذا الجلد يتجدد لحاله. طبعا اكتشف علماء من جامعة كولورادو الأمريكية جلد إلكتروني يتجدد نفسه بنفسه، وأيضا يعيد تدوير تصنيعه في حال أن تعرض للتلف. ويتميز الجلد بأن طبقاته رفيعة ويحاكي كل وظائف الجلد البشري الطبيعي، وأيضا يحتوي على مجسات لقياس درجة حرارة الجسم ونسبة الرطوبة فيه، وأيضا تدفق الهواء إليه. يعني اكتشافات جدا جميلة، ولكن يعني ما أعرف كيف هنحط جلد إلكتروني على جلد بشري، كيف راح يتجددوا مع بعض، أو كيف راح شيء غريب صراحة. حسيتون إن إحنا روبوت يعني ولا يس يس، والله شيء غريب صراحة. بس ما يعني ممكن فيها مادة تتحفز مع الطاقة الشمسية، ولا ما أعرف، جت بالي فكرة ماني عارف صراحة، شيء غريب. ممكن. طيب خليني أسألك سؤال، تعرف ليش السيارات أغلبها أغلب الدركسون على اليسار؟ ليش؟ مو في كل الدول، في بعض الدول ممكن يكون على اليمين، لكن حقيقي ما عندي أي فكرة ليش الدركسون. طيب هي مسألة تاريخية ومسألة خلينا نقول قومية لدى البعض أيضا. الخبر يقول 35% من سكان العالم بيستخدموا الجانب الأيسر زي ما احنا عارفين للمقود في السيارة، تأسيا بفكرة تعود لمئات السنين وهي قبل اختراع السيارات في الأصل. هذه الفكرة إذا كانت مسارات الخيول والفرسان على الجانب الأيسر من الطريق، والسبب أن الفرسان كانوا يحملون معداتهم ودروعهم على الجانب الأيسر من أجسادهم وحتى لا تصيب المارة أو يتضررون منها. أمر آخر من الأمور اللي ممكن ما تعرفوها، في لأن قرأت عن هذا الموضوع سابقا، حتى الخيول زمان تعرف اللي يمسكوا العصاية باليد اليمين ويمشوا بالخيل ويحاول أنه هو يوجهه على على الخصم. كانت هذه برضو أحد الألعاب اللي برضو كانت مؤثرة، وفي نفس الوقت قومية من ناحية كل شخص بيمثل دولة بيمثل وطنية في أمر ما. فحتلاقي استراليا غير، يوروب غير، امريكا غير، عندنا غير، فكل واحد ماشي على يعني احنا ماشيين الان ليترلي على احداث سياسيه قديمه جدا. مو بس كذا، بما اننا دخلنا في التاريخ راح اعرفك ايضا على اقدم ثلاجه في التاريخ، وتحديدا في العصر الحديدي. وعثر علماء الاثار على اقدم ثلاجه في العالم تنتمي للعصر الحديدي. الاكتشاف جاء في جزيره اسكتلنديه عن طريق الصدفة، حيث وجدوا تحت الأرض عمرها 2000 عام ويبلغ طولها 6 أمتار. واعتقد الخبراء بعد ما وجدوا هذا الاكتشاف والثلاجة التاريخية أنها كانت تستخدم لتخزين المواد الغذائية. أبدا يعني آخر شيء ممكن أتخيله أنه كان في ثلاجة وكان في كهرباء في العصر الحديدي. شو مستنيه مني ان انا اقول العصر الحديدي يعني؟ ايوه يعني تخيل كان في كهرباء بتبرد المواد الغذائيه، ثلاجه بتبرد المواد الغذائيه. والله شوف هو مو غريب اكثر مما انه احنا فين عن هذه المعلومات، لانه مستحيل المعلومه فجاه طلعت يعني. يعني هم دوبهم اكتشفوها، قصروا اذا في البحث عن معلومه مثل هذه. انا هذه وجهه نظري، يقولوا وجدوها عن طريق الصدفه كمان. يس حتى ما يس لك انت تخيل. هو مين اللي اخترع الكهرباء؟ جراهام بيل صح؟ جراهام بيل اعتقد هو اللي اخترع توماس اديسون. وجراهام بيل ايش سوى؟ تليفون. ايوه دائما انسى توماس اديسون هو اللي لا، لانه حضرت برنامج والمتسابق الله يصلح له حاله لخبط فيها، فلخبطني من وقتها. عموما تحيه لتوماس اديسون. الى الفيديو اللي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ووثق بشكل كبير جدا، وهو يقول لك هذا الطفل الاكثر حظا في العالم. شلون وايش اللي صاير؟ صحه؟ امورك طيبه؟ الحمد لله. تغبرت الشجره اللي حاكينك عنها وصلتك؟ ايش يا ابوي جيبوا لها مويه ولا شيء؟ لا امسك خذ اشرب. عادي كمل. تصدق احسك تشربي حتكح زياده.
مره يوتر ترى. طيب خلينا نشوف هذا الخبر لاكثر الاطفال حظا في العالم. اظهر هذا المقطع الفيديو القصير لحظه نجاه طفل صغير من سقوط شجره ضخمه بشكل مفاجئ اثناء وجود عائلته، حيث تفاجأ الجميع بحدوث صوت من مصدر مجهول. فجاه تبينوا انه هذه شجره ضخمه، والام نجت في انقاذ طفلها بعد ان سقطت الشجره بجوارها تماما. Oh my God. او بجواره هو تحديدا. من جد يعني من جد من جد يعني هذول اطفال اكثر حظا في العالم. شو هذا الصغير يا ويلي، من جد من جد شيء يفجع. يا الله شيء يفجع. سبحان الله، لا واحد ما يتخيل. يعني السياره هي اللي وجود السياره كان حامل لراس الطفل. شيء غريب. ايش نشوف دائما. طبعا كانت هذه معنا اخر الاخبار لحلقه اليوم، مكملين بفقراتنا والفقره الاخيره بعد الفاصل. الآن إلى الفقرة الأخيرة، ودائما كل فقرة لها أجواء، يعني لها مزاج عالي. حنبدأ مع هذه الفقرة اللي بعنوان خسارة الوظيفة ليست النهاية والحل هو الشغف. إيش رأيك في العنوان؟ صحيح، خصوصا أن ضيفتنا اليوم جميل جدا، وأنا مع دائما يعني الإنسان يكمل حلمه ويتابع في شغفه وحلمه الشيء اللي هو يطمح ليه من هو صغير. وممكن يعني ما في شيء ممكن يوصلك النجاح بدون خسارة ممكن تصير في حياتك. اليوم ضيفتنا تركت وظيفتها وتابعت شغفها وحلمها في الشيء اللي تمنته من وهي صغيرة. روزان مشرفتنا اليوم في لمسات الديكور الجميلة والجلسة الجميلة، مسيتنا هي اليوم في الاستوديو. نورتي وشرفتي روزان الشامي. منورة، يعطيك العافية. خصوصا الشموع عاملة أجواء، دائما الشموع في أي مكان لو إن شاء الله قعدتي بسطة كده في الشارع تعطي أجواء غريبة جدا. بس مسألة الوظيفة وأن الواحد يعمل مشروع الخاص، ترى دائما أنا لما نتناقش في هذا الموضوع لازم يكون الواحد عنده قرار واضح ويكون عنده خلاص واثق من المشروع اللي هسويه عشان يبدأ، أو يكون عنده شغف جدا عالي وما يكون مقيد مع الوظيفة. إيش كان عندك نسبة عالية؟ يعني انا من يوم معك عمري 20 سنه متوظف بشتغل ما شاء الله. فديكور هو كان هوايه في البيت، في غرفتنا، في نغير وقت العيد زي كذا كان. يعني زمنتيهم في البيت؟ ايوه، بيتي مثلا ما عندي جلاله، مثلا اقدر اقوم اسوي واحده جلاله بنفسي عادي، ما في اي مشكله اني اخترع. جميل. شفت استكرات ايكيا ما ابغى اشتريها، انا اسويها بنفسي، اقص واسوي شكل بنفسي زي كذا كنت. حلو حلو. والوظيفه كان يعني لازم الواحد يتوظف، الجلسه في البيت ما كانت حلوه مهما كان انت بتشتغل في البيت، برضه لازم الواحد يشتغل شيء ثابت. ايوه المستقبل. الموضوع انه انا كيف صرت عندي شغلي، يعني اسوي اعياد ميلاد، اسوي حفلات لصاحباتي، عندي ولد ما شاء الله دائما اعمل له عيد ميلاد وبأعمل يعني بسوي وبيطلبون ان انا اعمل لهم. يعني تقريبا 7-8-9 اعياد ميلاد دائما انا بعملها. حلو. سبحان الله جلست في شغلي 3 سنين، حتى في شغلي بعمل لهم تظبيط في ديكورات في العياده، كنت في عياده ديكورات غرف الليزر، ديكورات غرف الاستقبال، ديكورات غرف خدمه عملاء، مديرتي زي كذا. فالحمد لله وبدات زي كذا، سبت شغلي جلست 3 شهور جمع، كان ما شاء الله الكلام هذا متى؟ 6 شهور. حلو. العام السنه اللي فاتت. عشان نكون يعني واضحين وصريحين مع بعض، وكثير يمكن من الاشخاص اللي يتابعوني ممكن يفكروا فعلا اذا بداوا مشروعهم الخاص انهم يتركوا شغلهم. هل وصلتي في مرحله ندمتي على خساره وظيفتك الاساسيه وانك تفرغتي تماما لمشروعك الخاص؟ لا بالعكس، يعني انا حتى بفكر لو انا عملته من زمان ما كان نجح، لكأنك تسيبي شغلك وتشوفي وتمسكي مشروعك الخاص حينجح اكثر من انت كمان موظفه، حتفضيله اكثر لانه يبغى له شغل، يبغى لك تفكري، يبغى لك تخرجي تشوفي الناس، يبغى لك تتابعي طول الوقت في النت، يبغى لك تشوفي مجلات، يعني يبغى له تفرغ. غير انه انت فجاه واحد يقول لك انا احتاجك بكره ضروري لازم تجيني، ايش حتسوي لو انت عندك لو انت موظفه ما تقدري. خلينا نخمن حاجه روزان، انت عندك غرفه في البيت حاطه فيها كل الحاجات اللي انت تستخدميها في الاركان اللي بتعمليها؟ بدروم كامل. ايوه. الله اكبر. هذا البدروم ايش كان يعني؟ كان صالون ولا ايش؟ لا بدروم نجلس فيه قدامه مسبح، لما يجيني احد يا ظبطت البدروم يا على المسبح جلسنا حسب الجو. طب ما حد ضايق في البيت يقول ليش؟ لا لا الحمد لله انا اهلي كويس داعميني مضبوط. لانه دائما في اشخاص في الحياه عندهم الرغبه في انهم يجمعوا الحاجات، وهذه يعني اعتقد نبعت من تجميع ومن حاجات انت تحتاجيها تستخدميها بطريقه ثانيه. صح. وهكذا بدانا نجمع. بدا صار في تكدس. بدا في تجميع. طيب
كل الاشياء الموجوده هنا الان كانت موجوده عندكم في البدروم وضبطتيها، يعني ما في شيء مثلا منسق هذا الركن كامل لحاله باشياء جاهزه، لا انت تنسق من اول جديد مع كل طلعه صح؟ ايش طلباتها؟ ايش تحتاج؟ ايش تبغى الالوان؟ ايش تحتاج؟ شيء مو عندي اروح اجيبه، تبغي انا عندي كذا كذا جلسه يعني، تبغي هم اغلبهم بيختاروا هذه اطول اكبر فيها يعني ما اعرف ايش جلسات مريحه على الارض ايوه يعني بيختاروا يبغوا كنبه مثلا اعلى من الاوطه، يبغوا كرسي زي كذا اللي يختاروا باجيب له هو. والله مره جميله الكراسي اللي قاعدين عليها اليوم يعني خليتنا من جد كاننا بتيت كذا عارف بيت ال بيت ال الكراسي سنافر بالضبط يس زيها يعني حتى دوبي عملت طاوله طعام يعني ممكن تتنقل الطاوله هذه في اي بيت ما عندهم طاوله ياخذوها في الصاله فان شاء الله. طب دائما اتوقع هذه المناسبات لازم تكون فيها الافكار جدا متجدده وما بتكون نفس الافكار الموجوده على السوشيال ميديا خصوصا انه يعني ناس كثير عندهم تقريبا نفس هذا المشروع فالافكار والخامات اللي بتستخدميها من فين بتجيك؟ هل يعني بتستوحيها من اشياء قريبه منك؟ تقريبا يعني اغلب ممكن احيانا تكون جاهزه يعني عشان انا مره احبه فاحيانا تكون جاهزه في البيت تخترعي فكره وانت جالسه يعني مثلا زي هذه جلسه ما في احد عاملها ولا حتى في النت موجوده ولا اي شيء، انا سويتها الخشب ده فكرنا فيه سويناه عملناه ما سويت نفس الناس اللي عاملين طبليات ستايل ياباني تحسي يس ممكن صح صح تحس يسوي يصير عليه سوشي كبير ما اعرف انه واطي ايوه ممكن عشان تحت الجلسه على الارض اعتقد يبغى لها بس تكايه عشان الواحد يجلس يعني حتى الواحد لازم يكون ظهره مستقيم لانه في هذه الامور كلها جاهزه والله جاهزه روزان ما موجوده لازم التكايه هو عشان انا دوب لسه لي 3 شهور فببدا كل ما طلبوا شيء باجي اروح اجيبه على حسب رغبه في عملاء ما يحبوا انه يجلسوا على ظهره تبغى زي كذا خلاص مع بعض جالسين بدون رسميه بدون اي شيء فهو بيفرق حسب هي ايش حابه ايش تطلب صعب انه الواحد يلبي طلبات الناس لما ايش ممكن تطلبي لو سويتي حاجه روزان شيء زي كذا ولا شيء يعني مغاير؟ بالعكس يعني زي كذا دائما البنات يحبوا هذه الجلسات لانها عمليه بتكون بس عندك فكره ومريحة. غريبه ممكن تطلبيها لا 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 دائما انا احب الفيسك والكلاسيك وما عندي الافكار المجنونه بس عارف ايش السؤال المهم طلعت انها كم بتاخذ على مثل هذه الجلسات والاعياد الميلاد قعدت لا لانه حقيقي لا هي مو قاعده لانه حقيقي يعني في منافسين كثير في هذا المجال والاسعار دائما بتكون متفاوته خصوصا انه بيعتبر ايجار انه انت بتسوي لهم هو ايجار يعني ما بيكون دائما ايجار يعني ايجار يوميه فمع شغلك وديكوراتك اللي بتقدميها وكل هذا اللي شايفينه كم بتاخذي على عيد ميلاد؟ يعني هو يبدا من 950 من جدك؟ لا تمزح يا روزان عيد ميلاد كامل لا جلسة زي كده مع استاند كيك اجيب لها بالونات اجيب لها عربيات فيها مشروبات جدا وما مشروبات يعني في تفاصيل اكثر ترى هو في اشياء اكثر فانا تبدا هي من 950 كل ما اضافت شيء باضيف يعني انا ممكن اعمل لك لوجو اعمل لك بريد الشاور اعمل لك دبله كبيره تتصوري جواتها اللي تبي اللي تبي زياده من اول عيد ميلادك كان الزياده بتكون بسيطه ما بزود زياده يعني انا دائما بقول لهم هو مو بس مكسب قد ما هو انا بشتغل وانا مبسوطه هوايه حلو والله بالتوفيق توقعت انت ضربت السوق كذا حيزعلوا منك المصممات الباقيات طب هو في ناس بيعملوا بس ما بيعملوا بورد طبيعي ما بيعملوا اشياء بزياده وبياخذوا حقها يعني طاوله خشب على جلسه على فرشه لا انا بقول لك انه شيء كويس اللي بتسويه مو قصدي شيء غلط يعني انا قصدي كويس يعني ضربت السوق قصدي يعني هم بيعملوا باسعار اعلى من كذا ف وفي ارخص كمان في ارخص تامين قولي عشان نروح لمصر في ارخص بس التفاصيل بتكون اهدى شويه اكيد يعني. كل ما زادت الكواليتي وكل ما زاد الجماليات اللي بيشوفوها لان انا بسوي بنفسي يعني مو اني انا برسل عمال او انا بنفسي بركب وباجي اشيل بنفسي كمان صعوبه الشغله هذه فين الصراحة هي ما في صعوبة ابدا تشيل هم بس اشيائك كويسة نفسيا يعني الناس ارتاحوا عجبتهم يعني انا الحمد لله ما قد اجرت وقالوا لي مو حلو بالعكس قالوا لي يا ريتنا اديناك تجيبي باك اب معاكي عشان اذا تبي تغيري شيء ايوه لازم لازم ها ايوه لازم لانه احيانا هي تصور لي المنظر بس ما بيكون زي ما هي بتصور زي ما انا لما اجي اشوفه بنفسي معقولة كل الناس عجبهم ذوقك يعني ما حد لا الان دحين ما شاء الله لان هم بيشوفوا انستغرام اول وبيشوفوا مناسبهم ومو مناسبهم لدرجه انه ما بتختار تقول لي سوي انت اللي تبغيه الله حلو الواحد لما يريح الشخص لانه أيوة في ناس
يعلو القلب صراحه يعني ابغى كذا وابغى كذا وابغى التفاصيل 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 اللي المفروض انه ما تفرق يكونوا دقيقين يعني ممكن تعطيك افكار انت تمشي على افكارها ايوه يعني بس في ناس لا في ناس ما يعطوا افكار في ناس يعلو القلب هذا يعني علة القلب هذا اللي الحمد لله لسه ما وصلنا الحمد لله حلو طيب روزان فين حابه انك توصلي بهذا المشروع يعني الى متى حابه انك تستمري فيه ايش الطموح اللي حابه انك توصليه من هذا المشروع اللي انت بديتي فيه الحين انا مره لنفسي انه انا افتح اعمل لي زي القاعة صغيرة بدل ما اودي الاشياء للناس هم يجوا يستاجروا المكان ده ويجلسوا جوته هذا اكثر اخر شيء نفتي فيه يعني طيب. ايوه يعني حتى جالسة افكر وبشوف بس انه يبغى له شوي يعني كمان قولي 6 شهور 7 شهور انك تاجري مكان ثابت لك انت ثابت ايوه عارفة لو خليتيه البنات هي. بس يعني ممكن يكون جلسة بنات يجوا يسووا فيها احتفالاتهم أيوة. بالعكس احس نحن البنات نفضل انه نحن نستاجر مكان برا ولا نسوي عندنا في البيت ليش؟ شيل هم التنظيف مو بس في ناس يعني نفسها تعمل بس المساحه ما بتناسبها يعني تجي تقول لي استاجر عندك لا انا ما اجر بيتي فممكن ففكرت انه لا افضل ان انا اسوي لي مكان يعني في كثير ناس يحتاجوا حتى عادي اطلع برا ما في مشكله بس الافضل انه يكون عندي تجي تشوفي الترتيب يكون افضل التنسيق الافكار كله موجود خلاص يكون كل شيء موجود في نفس المكان فكره جدا جميله تقدر تغيري ديكور تقدر تسوي كله تنتبهي الحين احد يسرقها خلاص انسرقت الفكره انتبهي ما في مشكله بس على الله لا هي وثقتها اصلا وثقتها لازم توثقيها لازم وثقتها هي في هذا لا احد يعطيك العافيه روزان اليوم انتبهي للافكار اللي تقوليها على الهواء الفكره ينفع تنقال انت اللي سالتيها المشكله يعني ورطيها دائما يعني سوري والله ما كان قصدي ابدا بس حقيقي مستمرين احنا بنخترع طول الوقت كل واحد ما اختراعاته بالنهايه ترى الكل مجتهد نصيب اي صح فاكيد يعني رزقك موجود لا حقيقي والله حقيقي جلسه جميله والله جلسه مريحه والادوات اللي استخدمتها بتريح الجميع سواء اللولو او الفر نفسه ولا انا احب الابيض كمان يس مره حبيت الجلسه شكرا لك روزان الشامي على تواجدك اليوم معنا في ساعه شباب اكيد اتمنى لك كل التوفيق يعطيك العافيه ايميل البرنامج هاشتاج ساعه شباب حياكم دائما موجودين وايش اكيد راح اشوفكم بكره في نفس الوقت اقول لكم فمان الله كنت معاكم انا لمياء غالب وانا كنت معاكم طلعت سندي باذن الله المره الجايه الجيل اخليه في الاستوديو عشان الوضع كذا ما ينفع كنت معاكم طلعت سندي السلام عليكم